غادي نستغلوا دائما موقع لالا بلوس معنا، وغادي نعطيو نصائح للسيدات اللي تعانيو من الجفاف ديال اليدين والرجلين القدمين. السيدات اللي عرضوهم بزاف هذه الفتره ديال الصيف للاشعه ديال الشمس، البحر، بيسين، وكنلبسوا حنا النساء لي صوندال بزاف لدرجه ان تينشفوا لينا وتتكرفصوا الرجلات ديالنا. دونك غنعطيكم واحد الوصفه اللي انا شخصيا تنستعملها حتى هنا في المركز، اقتصاديه سهله في التحضير وزوينه وفعاله، وغادي تصلح حتى للسيدات اللي تيكون عندهم تعانيو من هاد المشاكل ديال هاد لي كود، يعني ديالنا تيكون حرش وتيكون فيه واحد اللون ديال السواد وكتكون فيه واحد بحال القشره غليظه. الرجال كذلك او النساء اللي تيصليو بزاف مع داك الركوع والسجود بزاف في لي جونو في الركابي ديالنا، حتى هو تتكون لينا واحد القشره كحله وكتكون ما زويناش لدرجه ان ما كنقدروش بعض المرات تنحشموا اننا نعريو الرجلات ديالنا لان فيهم هذيك البقع هذه السوداء. دونك غادي ناخذوا واحد مثلا حسب الاستعمال ديالنا فين، واش الرجلين، واش غير هاد البقع، واش اليدين ديالنا. انا كنفضل دائما ملي نبغيو نستعملوا هاد الوصفات عاد نوجدوهم، ما نوجدوش كميه كثيره ونخليوها في الثلاجه، لان الفعاليه ديال بعض المواد اللي غنخلطوهم بحال الحامض والليمون لا فيتامين سي اللي فيهم الي فولاتيل دغيا كطير، يعني في 3 4 ديال الدقائق كتمشي لينا لا فيتامين سي اللي كاين في الليمون وفي الحامض. داكشي علاش ملي نبغيو نستعملوا الوصفه عاد نخلطوا هاد الخليط هذا. دونك غناخذوا قشور حامضه نحكوها في حكاكه رقيقه ناخذ القشور ديالها، ليمونه حتى هي نحكوها في حكاكه رقيقه ناخذ القشور ديالها. كندير معها واحد جوج او ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده اللي تتكون غليظه، وكندير معها خنيشه ديال واحد السنيده اللي تتكون بالنكهه ديال الزهر، ماشي فاني، كنديرو ديال الزهر راه تتكون اللون ديالها برتقالي. انا علاش غير على الرائحه تتعجبني الريحه ديال الزهر، سا مغابيل لانفونس، تفكرني ذكريات الطفوله ملي كان ديال الوقت ديال تقطر الزهر او وقت تقطر الورد، كان طقوس رائع عندنا في المغرب. وهادشي كله كنخلطو بالزيت البلديه او زيت ارغان او اي زيت عندي في البيت طبيعيه، كنخلطو بها هذا الخليط وكنستعملو كمقشر لليدين. الوغ هذا المقشر بالنسبه للوجه كيكون شويه قاسي، لان ديك الحروشيه ديال السنيده كيمكن لها تجرح لينا شويه البشره ديال الوجه لانها كتكون حساسه. اليدين والرجلين وهاد المناطق اللي كيكون فيها سواد كيمكن لها تصبر لهاد السنيده تكون حرشه بزاف. دونك بغينا يكون مقشر للوجه كيمكننا نقصوا شويه من السنيده تكون ماشي هي اللي غالبه ونستعملوا للوجه. ولكن غنعطي واحد النصيحه باش نكونوا خوت وحباب حنا ولا ديرماتو ديالنا، دائما لي ديرماتو ما تينصحوش باستعمال الحامض للبشره بصفه عامه، لان سي تري اسيد كيكون حامضي بزاف، حمضي بزاف، بحال استعملنا المقاطع بالنسبه مثلا للزليج سي لا ميم شوز الحامض على الوجه. غير هو الا استعملنا هذه الوصفات غير بالليل وفي الصباح درنا لي كونسولير، ولكن غالبا مثلا الرجلين ديالنا ولي كود لي جونو ما كيكونوش معرضين لاشعه الشمس، كيمكن هذه الوصفات نديروهم من بعد ما نجيو من الحمام مره في الاسبوع حتى المرتين، وكنبداو نشوفوا يعني نداومنا عليهم، لان هذا الشيء الطبيعي للاسف خاصنا فريمون الدوام، يعني تكون واحد لو ريتوال، واحد النظام عندنا في البيت، يعني ملي تنبغي نمشي للحمام او ملي تنجي من الحمام ديك مره في الاسبوع كندير هذه الوصفات باش تعطيني نتيجه وطيله السنه، ما نديرهاش مره وجوج ونقول ما دارت ليش الوصفه شي حاجه، لان احنا هنا في المواد اللي هي طبيعيه، المواد الكيميائيه هي اللي كيمكن لك ديرها غير مره وتتعطيك النتيجه. فوالا، دونك كانوا هادو هما نصائح ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله لقاء معكم مرات عده باش كل مره نستغلوا هذه الفرصه ونعطيو نصائح دائما من الطبيعه الى المراه المغربيه.